بتصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون معتدل الحرارة، رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. في كمان ارتفاع في نسب الرطوبة على مدار اليوم، وفي نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على أقصى جنوب البلاد. في كمان النهاردة فرص لأمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا أهلا بحضرتك. طمنينا أخبار الطقس إيه النهاردة، وإيه المناطق اللي هيكون فيها رياح مثيرة للأتربة والرمال؟ احنا طبعا اليوم مكملين في الاستقرار في الاحوال الجويه، اجواء صيفيه معتاده مثل هذا الوقت من العام في معظم محافظات الجمهوريه. العظمى على القاهره الكبرى متوقع اليوم تكون 34 درجه مئويه. اغلب مصادر الكتل الهوائيه اللي بتاثر علينا هي كتل هوائيه شماليه قادمه من على البحر المتوسط، فبالتالي فيها كميات من بخار الميه، يعني ارتفاع في نسب الرطوبه بنحس بيه بشكل كبير خلال فترات الظهيرة تحديدا، لان بيبقى فيه هدوء في سرعات الرياح، فبحس بنسب رطوبة. عشان كده الطقس بنصفه فترة النهار ان هو طقس حر رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد، المحافظات المطلة على البحر المتوسط. شديد الحرارة في المناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء فترات النهار وتحديدا فترة الظهيرة، لكن مع غياب أشعة الشمس والقمة فترات الليل بيحصل تحسن كبير في درجات الحرارة، لأن بيحصل انخفاض في درجات الحرارة، فبحس بالأجواء المعتدلة تماما في معظم محافظات الجمهورية، خاصة كمان إن مع فترات المساء وساعات الليل بيكون في نشاط مثل للرياح في معظم محافظات الجمهورية. نشاط الرياح اللي بيبقى موجود فترة المساء يقلل إحساس بنسب الرطوبة، فيساعد على تلطيف الأجواء بشكل كبير فترات الليل، وبيستمر كمان معانا حتى فترة الصباح الباكر. كمان نشاط الرياح اليوم هيكون بالفعل مثير لبعض الرمال والأتربة، لكن في أقصى جنوب البلاد، يمكن أقصى جنوب البلاد زي حلايب شلاتين أبو سمبل، المناطق الحدودية بتتعرض لبعض الأتربة والرمال المثارة نتيجة وجود أتربة ورمال مثارة في السودان، فبتبقى بتأثر المناطق الحدودية بالأتربة والرمال المثارة، وممكن تؤدي طبعا لانخفاض في الرؤية الأفقية، لكن باقي قطاعات الجمهورية ما فيهاش أي أتربة ورمال مثارة. الأمطار كمان لسه مكملة معانا اليوم، لكن كميات الأمطار يعني خلال اليوم هتكون أقل بكتير من اللي احنا شاهدناها خلال الأيام الماضية، وهي أمطار خفيفة ممكن تكون رعدية أحيانا على بعض الأماكن من جنوب سيناء زي خمس كفين ودهب وطابة، بعض الأماكن من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر زي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة من اليوم، لكن غير مؤثرة تماما على أي أعمال أنشطة يومية. تستمر معانا الشبوره المائيه فتره الصباح الباكر ساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وبتؤدي لانخفاض طفيف في الرؤيه الافقيه فتره الصباح الباكر، لكن الشبوره المائيه دي شبوره مائيه خفيفه سرعان ما بتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس، يعني بتختفي تقريبا على الساعه 7 8 صباحا، الرؤيه الافقيه بتتحسن على اغلب الطرق. الاجواء المستقره دي ان شاء الله متوقع ان هي تكمل معانا لحد نهاية الأسبوع مطلع الأسبوع القادم، يعني احنا ما عندناش أي ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. متوسط درجات الحرارة عظمى على القاهرة الكبرى 34 إلى 33 درجة مئوية، وده يعتبر المعدل الطبيعي مثل هذا الوقت من العام. تمام. طيب يعني احنا يمكن الكام يوم اللي فاتوا يا دكتورة منار الجو بالليل كان حلو قوي، هل ده مستمر معانا ولا يعني في أي تغيير؟ لا بالفعل فترات الليل وفترة الصباح الباكر مكملة معانا في التحسن في الأحوال الجوية، هي تبقى بس فترات الظهيرة هي اللي بنحس فيها بارتفاع درجات الحرارة، لكن احنا مكملين في فترات الليل في التحسن، خاصة ان احنا نشاط رياح بيبقى موجود معانا بيقلل احساس النسب الرطوبة، وحس بالاجواء اللطيفة ونسمات الهواء اللطيفة مكمل معانا بشكل كبير. خلينا ننوه كمان على اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، لان لسه خليج السويس ما زال مضطرب، ارتفاع الامواج فيه بيوصل من 2.5 ل 3 متر واحيانا بيوصل ل 3.5 متر، فلازم ناخد بالنا من خليج السويس لانه غير مؤهل لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه، لكن البحر الاحمر والبحر المتوسط هيكونوا مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه، نقدر نستمتع بالاجواء بشكل كبير. خلينا ناكد كمان ان شاء الله مع بدايات شهر 9 تدريجيا نسب الرطوبه هنبدا نحس ان هي بتقل، درجات الحرارة كمان هتبدأ تتجه نحو الانخفاض ونحس بمزيد من التحسن في الأحوال الجوية بالذات.
ونشكر حضرتك دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، جزيل الشكر لحضرتك. ودلوقتي تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. في القاهرة درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 25، والعاصمة الإدارية أيضا العظمى فيها 35 ولكن الصغرى 25 أيضا. الإسكندرية 31 والصغرى 24، أيضا في العلمين الجديدة 31-24، مطروح 30-23، ودمياط 30-25، بورسعيد 31-25، والإسماعيلية 35-24. في السويس العظمى 34-23، وفي العريش 31-24، كاترين 35-18، وطابة 36-25، حلايب 37-29، وشلاتين 40-31، شرم الشيخ 40-30، والغردقة 39-29. الفيوم العظمى 35 والصغرى 24، وفي بني سويف 35-24 أيضا، الوادي الجديد 41-25، وأسيوط 37-24، سوهاج 40-26، وقنا 43-27، الأقصر 43-27، وأسوان 44-28. كده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة. دلوقتي هنرجع مرة تانية لشاذلي وباسنت ومتابعة باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هلا. شكرا.